تعطيك شكل هذه متعددة الحدود. بي ان اوف الاكس راح نكتب الشكل العام لهذه متعددة الحدود اللي من خلالها راح نوجد قيمة الواي عند الاكس اللي هو راح يحدد لي اياها. ف بي ان اوف الاكس بي ان اوف الاكس يساوي لي summation الاي من الواحد الى الان. طبعا هذا السميشن هذا معناه المجموع ال اي ال اي اوف الاكس مضروبة في الواي اي. شوف هسه هذا السميشن من تجي مفتحة شلون راح يكون؟ يعني راح يكون L1 العفو L الآي خليها من الزيرو من الزيرو راح يصير L0 of ال X Y0. شلون نفتح هذا المجموع؟ بعدين العداد يعني يبدأ العداد من الزيرو وينتهي بالان. بعدين L1 of ال X Y1 زائدا إلى يستمر إلى ال LN of ال X YN اللي هو الحد الأعلى لمن العداد I. طبعا وليس هنا بيناتهم يعني جمع، لان احنا عندنا شنو هنا summation، يعني العملية التي تجرى بين حد واخر من حدود summation هي عملية الجمع، لان هو من summation يعني المجموع المجموع. زين هسه لنفترض انه عندي مثلا على هاي البيانات عندي 4، يعني الان ايش قد يصير عندي؟ انا عندي 4 نقاط، قلنا الباور او الديجري للبولينوميال هو اقل من عدد النقاط بواحد، اذا عندي ان 3 يعني بي ان، يعني الان هنا ايش قد عندي؟ 3 اوف الاكس ويساوي لنا سميشن الاي من الزيرو المن للثلاثة ال L I of ال X Y I. هسه نجي نفتح هذا السميشن حسب هاي الإجراء اللي احنا سويناه هنا. راح شي يصير عندك بالزيرو راح يصير L zero of ال X Y zero زائدا L one of ال X Y1 زائد L2 of ال X L2 of ال X Y2 زائد L3 of ال X Y3. ليش؟ لأن العداد مالتنا منين؟ الان اي من الزيرو الى الان اللي هنا 3. ايش قد عندي انا كم نقاط؟ يعني هذا لو تلاحظون هنا باوع الواي زيرو والواي 1 والواي 2 والواي 3 منين اجيب قيمهن؟ من الجدول. هذه قيمهن، هذه احنا مو قلنا بالبدايه نوهنا قلنا هذه قيمه يعني ال 0.3 y0 0.5 y1 ال 1 y2 ال 3 y3. فهذني قيمهن معروفة. ايش يبقى عندي؟ يبقى عندي هذه ال L0 ال L1 ال L2 ال L3. هاي شلون راح نوجدهن؟ هذه القيم شلون راح نوجدها؟ طبعا راح نوجدها باستخدام
ما يسمى باللاجرانج بولينوميالز. طبعا هذه ال ال اي اوف الاكس هذه نسميها لاجرانج بولينوميالز، متعدده حدود لاجرانج. البي ان او هنا هسه البي 3 هذه اللي هي الحاله العامه لها بي ان اوف الاكس، شو اسميها؟ هذه الصيغه كلها، هاي الصيغه كلها شو نسميها؟ نسميها لاجرانج انتربوليشن فورمولا. يعني هنا لازم تميز بين صيغه لاجرانج للاندراج ومتعدده حدود لاجرانج. هاي ال ال اي، هذه ال ال اي هذه نسميها متعدده حدود لاجرانج. الصيغه هذه كلها، هاي الصيغه كلها شو نسميها؟ نسميها صيغه لاجرانج للاندراج. يعني هسه ايش عندك؟ هذه الصيغه كلها شو نسميها؟ صيغه لاجرانج للاندراج. وال ال اي هذه شو نسميها؟ نسميها متعدده حدود لاجرانج. زين، انا هسه من يعني وجدنا المفكوك لهذا المجموع، اصبحت عندنا مجاهيل. طبعا هذه قلنا الواي 0 الواي 1 واي 2 الواي 3 نوجدها من خلال الجدول هذا فوق، بس يبقى ال 0 ال 1 ال 2 ال 3 هذه شلون راح نوجدهم؟ راح نوجدهم باستخدام متعددة حدود لاجرانج. متعددة حدود لاجرانج شو تقول؟ تقول ال اي اوف الاكس شي يساوينا؟ يساوينا برودكت، هذا المضروب، البرودكت من للاكس ناقصا اكس جي على الاكس اي ناقصا الاكس جي. طبعا هنا جي هو من الزيرو المن للان، وياها شرط اخر لازم الجي لا يساوينا الاي. ليش؟ لان لو تلاحظون المقام باكس اي ناقصا اكس جي، لو كانوا مساوين الجي ويا الاي لاصبحت هذه يساوينا صفر، وبالتالي تصبح المقدار هذا شنو؟ كميه غير معرفه. هو ليش خلى هذا الشرط؟ هل هذا الشرط حتى لا يصير المقام شنو؟ مساوي للصفر، وبالتالي يصبح المقدار كميه غير معرفه. اكو سؤال هنا، هذا برودكت اكو فرق بين الصميشن هذا المجموع والبرودكت. بالصميشن يعني العمليه اللي تفصل بين الحدود، الصميشن جمع. بالبرودكت هذا الرمز مال البرودكت، العمليه اللي تفصل بين الحدود هي الضرب. هسه من نجي نفتح هذا البرودكت شلون راح نفتحه؟ هذه راح يساوينا الحد الاول، هو العداد بمن يبدي؟ يعني هسه لو اخذ مثلا بالبدايه الاي 0 راح يصير عندك ال 0 اوف الاكس يساوي لنا برودكت الاي الجي طبعا من الصفر المن للان. اذا على هذه الان ايش قد؟ 3. خلينا ناخذ الاكزامبل هذه، عدد النقاط ب 4، فاذا الان 3 وعندنا الجي ما يساوي لنا الاي. هنا الاي احنا ترينها زيرو، وعندنا الاكس ناقصا اكس جي على الاكس اي ناقصا اكس جي. هسه من تيجي تفتح هذا البرودكت شلون نفتح هذا البرودكت؟ نجد المفكوك ماله،
الجي الجي من الزيرو لثلاثة، بس انا ايش خال؟ خال الجي لازم ما يساوي لنا صفر، فاذا الجي بالزيرو اتجاوزها انتقل لمن؟ الجي يساوي لنا واحد، يعني راح يصير عندك اكس ناقصا اكس 1 على اكس الاكس اي، الاي احنا شو اختاريناها؟ الزيرو، راح يصير اكس 0 ناقصا الاكس 1. هذا الحد الاول. الحد الثاني هسه الجي ايش قد؟ 0 قلنا نتجاوزها لان تجعل المقام صفر، لو اكس هنا راح يصير يعني اكس 1 بالجي 1. هسه العداد الاخر اللي هو اكس للجي 2 راح يصير اكس ناقصا اكس 2 على اكس 0 ناقص اكس 2. الحد اللي بعده شوف هنا ما طول برودكت، يعني العملية اللي بيناتهم تصير شنو؟ ضرب، واضح؟ وهنا عندنا أخير حد اللي هو الإكس ناقص عن الإكس 3، لأن العداد مالتي يخلص بالثلاثة، فهذا هو الحد الأخير. بس القوس، واضح؟ أكو سؤال على هذه؟ دكتور استاذ، بس سؤال نعم تفضل استاذ، هاي الاي لو صارت واحد يعني بالبدايه تصير اكس اكس ناقص اكس صفر، مو صحيح؟ هاي اول واحده، لو الاي صارت واحد، يعني لو صارت واحد الاي اذا صارت واحد